ترشيد استغلال الطاقة حتمية تمليها الأرقام والمعطيات، فاستغلالها بشكل عقلاني يضمن أرباحا ويخفف من ثقل نفقات الخزينة العمومية. الاتجاه نحو الطاقات المتجددة، وفي المرحلة الأولى كما قلت على الأقل 10% من اقتصاد الطاقة، وباش تكون على الصورة نستهلكوا تقريبا 60 مليون طن من البترول سنويا. 10% معناها 6 ملايين طن. لو كان 6 ملايين طن هذا يعني نعوضوها للبترول تقريبا 2.5 مليار دولار. ولأن المساجد هي النموذج والقدوة، منحت وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة مصابيح اقتصادية لوزارة الشؤون الدينية من أجل استغلالها في بيوت الله. دعم السيد الوزير بحوالي 1000 مصباح كمرحلة أولى في حوالي 14 مقاطعة في الجزائر العاصمة، سنعطي نماذج لهذه المساجد كي تستفيد من المصابيح الاقتصادية، ولكن ليس فقط أن نوقد مساجدنا بهذه المصابيح، ولكن لكي نقول للناس أوقدوا هذه المصابيح في عقولكم، فإنها مصابيح تهديكم إلى الاقتصاد الذي هو نصف المعيشة. ليستعمل الطاقة بصفة عقلانية، يسمونها LED، تستعمل الطاقة 5 مرات أقل من المصباح تاع التنكستان تاع بكري. ليس فقط ترشيد استهلاك الطاقة ضرورة تمليها الظروف، بل حتى التوجه نحو الطاقات المتجددة حتمية، خاصة وأن الجزائر تتمتع بطاقات هائلة أكبر من احتياطات الطاقات التقليدية التي تعد ثروة غير دائمة.